حصه كبيره لمنتخبنا المغربي الوطني. وكلنا كلنا غادي نغنيو الاغنيه اللي كتبغيو كاملين حبينا. مجنون بدوك العيون وشوفت ما نقطعش ليات ضربوني بيت هنا وما حتى نديك ضاري ديك الطفلة يا ناس عليها بيت عسل مجنون بدوك العيون وشوفت برج ماري ما نقطعش ليات واخا يضربوني بالقرطاس بيت هنا وما هنا حتى نديك هوا هي الصراحه الاداء ديال نهضروا بعدا على المنتخب المغربي يعني كان اداء جد مشرف. يمكن لاميطه الاولى قدر يعطي احسن ان شاء الله في الميطون الثانيه. دابا حنا ضامنين التاهل ولكن ما كرهناش ان شاء الله يتماركا البيت. وانا عندي ثقه كبيره في لان دائما المغاربه عندهم ذاك عنصر المفاجاه في الاخر كما تنقولوا كيفاجئونا وان شاء الله غادي يماركيو البيت. اولا اخر المهرجانات اللي كانوا عندي كان مهرجان السماره اللي كنت الحمد لله دوزته وكان تفاعل كبير مع الجمهور. عندي مهرجان تيميطار ان شاء الله غادي يكون نهار الخميس 4 جويه بساحه الامل ان شاء الله غادي يكون تفاعل كبير مع الجمهور. لانني بزاف ديال الميساج توصلت بهم سيغتو انا الاغاني اللي كندير حب وبهره هي اغاني الحمد لله لقات اقبال كبير في المغرب كامل وخصوصا الناس ديال هذه المنطقه ديال سوس وديال الاكادير. فرحان نتلاقى بالجمهور. عندي لقاءات اخرى عندي مهرجان خنيفره عندي مهرجان يعني لقاءات اخرى كاين مهرجان بولمان كاين تاونات بزاف ديال الحوايج. الناس اللي بغاو يعرفوا لي دات راه يلقاوهم ان شاء الله في لاباج اوفيسيال ديالي. وحنا معروفين لي زارتيست الصيف كامل ما كنرتاحوش فيه بزاف لانه هي الخدمه نرتاحوا من بعد ان شاء الله. واذا سرقنا شي نهار ولا يومين نقدروا ديك الساعه نفوجوا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.